من مقر مجلس نواب الشعب في تونس ينضم إلينا مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، على المستوى الإجرائي، ما الذي ستشهده الجلسة الاستثنائية العامة اليوم لمجلس النواب؟ نعم محمد، هي دورة استثنائية للبرلمان التونسي، وهذه الجلسة العامة التي من المنتظر أن تنطلق بعد قليل فعليا لتعديل الفصل 49 في قانون الانتخابات والاستفتاء. في حال تمت المصادقة على تعديل هذا الفصل من القانون، يعني يكون هناك خطوة إلى الأمام وفق متابعين بالنسبة لنواب البرلمان وحتى الأحزاب السياسية التونسية، يعني زيادة المخاوف في الفترة الأخيرة من تخطي يعني الأجالة الدستورية لمنصب رئاسة الجمهورية. من المعروف بأن القائم بأعمال رئيس الجمهورية أو الرئيس المؤقت محمد الناصر لا تتجاوز مدة يعني تسلمه السلطة أو ممارسة مهامه 90 يوما. في حال بقيت الأمور على حالها، أقصد هنا القانون قبيل تعديله، هناك تجاوز تقريبا ل 134 يوما للمدة المحددة لمنصب الرئاسة. أما إذا نجح بالفعل نواب البرلمان اليوم في المصادقة على التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء، تكون المدة الزمنية 88 يوما، وهذا يعني بأن الأحزاب التونسية والبرلمان أيضا قفزوا خطوة إلى الأمام حول عدم اختراق الدستور أو الآجال المحددة دستوريا. بلغ إلينا بأن هناك أيضا كان توافق مسبق بين رؤساء الكتل النيابية على أن يتم التعديل هذا اليوم خلال الجلسة. 109 أصوات من أعضاء نواب البرلمان كفيلة بنجاح هذه التعديلات. لكن محمد، لنكون أكثر دقة، كانت الجلسة محددة في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، ولكن تم رفعها وذلك لعدم توفر النصاب. على المستوى الإجرائي أيضا ياسر، الذي سيجري في مجلس النواب في تونس بعد قليل هو أن ستتم عرض المقترحات بالبنود الجديدة المستهدف إقرارها، ثم يتم التصويت عليها فردا فردا علانية، صحيح؟ نعم بالفعل، سيتم التصويت على هذا التعديل في قانون الانتخابات والاستفتاء. وكما أسلفت لك محمد، يحتاج هذا التعديل في القانون إلى 109 نواب من أعضاء البرلمان من أصل 217 عضو في البرلمان التونسي. التوافق وقبيل ذلك الأحاديث وما جرى في الكواليس تشير إلى يعني إنهاء تعديلات هذا القانون في هذه الجلسة مرتقبة بعد قليل لتفادي الدخول في دعنا نقول يعني إحراجات أو إكراهات دستورية. من داخل مجلس نواب الشعب في تونس، مراسل الغد ياسر دبابش، شكرا لك.